صحيح ليس هناك مقارنة، لكن أي دولة معرضة له. كمان ما هي السكك الحديدية، هي شبكة سكك حديدية معقدة جدا. فرد عادي يمكن أن يقدم على أي شيء، يمكن أن يعطل قطارا، لا يمكن أن يمر هذا القطار كما كانت عليه العادة بين مدينة وأخرى، بين منطقة وأخرى. يعني هي شبكة معقدة جدا. من يأتي إلى العاصمة الفرنسية باريس ويأخذ شبكة السكك الحديدية يعرف أنه يعني كانت بحاجة لسنوات ولسنوات عدة لتربط المناطق بينها. الآن معك نشاهد هذه الصورة نعم. لعمال السكك الحديدية وهم يحاولون إصلاح العطل حتى تعود السكك الحديدية إلى ما كانت عليه على الأقل قبل افتتاح الأولمبياد مساء اليوم. تفضلي أكملي يا سيدة ليال. نعم، على كل صعب جدا أن تعاود السكك الحديدية كما كانت عليه باليوم السابق، يعني بحاجة ليومين على الأقل لكي تعاود نشاطها كما كانت بسرعة. يمكن الاستعادة عنها بالطائرات لنقل الوفود بين مدينة وأخرى، هذا يمكن أن يؤثر فقط على الوفود الشعبية التي قد تشارك والتي تنتظر الوصول هذا اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، وهم أعداد قليلة جدا. من وصل بالأيام الماضية لكي يواكب الاحتفالات ولكي لا يتعقد بالمسارات الأمنية المفروضة لدخول العاصمة الفرنسية باريس، وأيضا للمطارات الحركة الكبيرة التي تشهدها المطارات الفرنسية، خاصة أنه تتزامن أيضا مع حركة خروج من العاصمة، خروج بالنسبة للعطل الصيفية، العائلات التي أرادت أن تخرج من العاصمة قبل أن تنطلق الألعاب الأولمبية مساء هذا اليوم. التأثير لم يكون كبيرا، لأنه كما ذكرت يعني ما زالت التبعات هي تبعات اقتصادية، تبعات اجتماعية بالنسبة للعديد من العالقين بمحطات القطارات بانتظار قطاراتهم. يعني لم يكن هناك سقوط قتلى، إطلاق نار، تدخل عناصر الأمن لفض إشكال أو اعتداء ما. هذا ما يمكن تعرض له أي دولة ليست فرنسا، يعني لم تكن فرنسا بعيدة عنه، وليست أيضا أي دولة أوروبية بعيدة عنه أو غير أوروبية بعيدة عن هكذا عمل تخريبي لغاية الساعة. ليس هناك أي تبعات إرهابية، ليس هناك أي تصريح يمكن أي وضع بأكثر من تبعات إرهابية أو حمل جهات خارجية أيضا المسؤولية، لأنه يعني بالنظر إن عدنا للاعتداءات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس أدت إلى سقوط قتلى، إلى إطلاق نار. ما شهدناه فجر هذا اليوم كانت حرائق أدت بتعطل قطارات، تعطل إمكانية مرور قطارات من مدينة إلى مدينة أخرى. نعم، طيب سأنتقل إلى سيد أسامة. لماذا رفضت فرنسا أو على الأقل لم تشارك الدول المتضررة مثل بريطانيا، ألمانيا التي تضررت أيضا بتسيير رحلاتها إلى فرنسا في عملية التحقيق؟ بشكل أساسي هذه قضية وطنية، قضية وطنية، ليس من السهل على فرنسا أن تقول الاعتداء حدث بشكل واضح، حدث في فرنسا، حدث على الأراضي الفرنسية في مناطق التي تمر بها يعني خطوط القطارات، والذين قاموا بهذه الاعتداءات يتواجدون اليوم على الأراضي الفرنسية، ومن المستبعد أن يكونوا يعني عبروا الحدود. بالتالي يعني من غير المنطقي بتاتا أن يتم مشاركة دول مثلا كألمانيا أو حتى بلجيكا بهذه التحقيقات، مما لا شك فيه أنه في حال تم يعني تحديد هوية شخص ما وبث صورته ونشر هذه الصورة، طبعا هذه الصورة ستعمم، وعندها سيكون هناك تنسيق أمني كثيف بين فرنسا والدول المجاورة، الدول الحدودية، وهذا أمر طبيعي جدا عندها. نعم، طب أعتقد تنضم معنا الآن السيدة الكاتبة من السياسية من باريس، السيدة مايا خضراء، أهلا وسهلا بك معنا. بداية أريد أن أسألك إن كانت هناك أي معلومات تكشفت، يعني صحيفة لوفي جارو كما ذكرت سيدة ليال معنا على الهواء بأن الجهات اليسارية المتطرفة الداخلية هي من أقدمت على هذا العمل، كيف يمكن أن يتم التعاطي مع مثل هذه الجريمة لعملية تخريبية بهذا النوع في مناسبة هامة كانت تنتظرها فرنسا منذ 100 عام؟ نعم، بالفعل اليسار هو المستفيد الأول سياسيا وبالاستثمار بهذه الكارثة اليوم، ولكن لم تتضح بعد ملابسات هذه أو هذا الحدث، هذا العمل التخريبي. التصريح الذي أستند إليه هو تصريح جابرييل أتال رئيس الوزراء، وهو قال أننا ننتظر التحقيقات ولم يتم الكشف
بعد عن المخربين ومن قام بهذا العمل. ممكن اتهام اليسار بالاستفادة، ولكن لا يمكن حتى الآن اتهامه بهذا العمل التخريبي. هناك جهات أخرى ممكن أن تكون مسؤولة عن هذا العمل التخريبي، لأنه كان هناك الكثير من الهجومات السبرانية والقرصنة في السنة المنصرمة لكل مواقع الألعاب الأولمبية ومواقع بعض من المقاطعات التي تنظم هذه الألعاب، منها مقاطعة الأوتسان الملاصقة لباريس. وبيّنت التحقيقات أن الطرف الروسي هو الذي كان مسؤولا عنها. يجب انتظار التحقيقات، لأن هذا العمل ليس عملا تخريبيا فرديا، هو عملا منظما، هو عملا حتى يعتبر بالمهني، لأنه تم قطع الأسلاك وفي المواقع التي هي تحت مراقبة كبيرة. لذلك ليس هناك إمكانية لبعض من المخربين بالقيام بهذا العمل، يجب أن يكون هناك تنسيقا كبيرا. هذا التنسيق اخترق الوضع، يعني هذا التنسيق اخترق النظم الاستخباراتية الفرنسية لتأمين مثل هذا الحدث. هذا خرق أمني كبير، كيف يمكن أن يكون له انعكاسات داخلية في فرنسا وأيضا أن يكون له تأثير على مخاوف الناس من أنه يتزامن ذلك مع أي عمليات إرهابية لا سمح الله خلال الافتتاح؟ نعم، يعني للأسف هناك الكثير من الثغرات الأمنية يمكن أن أتكلم عنها لأنني قريبة من لجنة تنظيم الأولمبياد. حتى البارحة قبيل حفل الافتتاح اليوم كان هناك تحذيرا من قبل المخابرات ومن قبل الشرطة، إن كانت شرطة الأوتسان التي هي يكون تم تنظيم الكثير من المباريات بها، أو حتى شرطة باريس، هناك تحذير من الأعمال الإرهابية. وكل يوم منذ الشهر يكون هناك إحباطا لعملية إرهابية في فرنسا ضد المواقع التي ستحدث بها الألعاب الأولمبية. لذلك اليوم هذا العمل التخريبي الكبير الذي وصف بالإجرامي من قبل مدير الـSNCF جون بيير فيروندو، هذا العمل ممكن أن يكون أول الأعمال التخريبية، وممكن أن يكون هناك أعمال أخرى لا سمح الله. ولكن هل الشرطة الفرنسية وهل الجيش الفرنسي أيضا الذي هو سيؤمن أمن المواطنين والذين يشاركون في هذه الألعاب هو بحالة جهوزية تامة؟ كلا، وهذا باعتراف أكبر المسؤولين الأمنيين اليوم في فرنسا. وهذا سيؤثر ليس فقط على أمن المشاركين وأمن الرياضيين، هو سيؤثر أولا على صورة فرنسا. فرنسا الدولة التي هي تعد من الدول الكبرى التي هي في مجلس الأمن أيضا بين الدول الخمس، اليوم فرنسا حصل بها عمل اعتدائي ضد شرطي في باريس منذ أسبوع. هي دولة اليوم القطارات بها معلقة، و800 ألف راكب اليوم تم